تفيد. بالإضافة إلى أنه تعالج في مستشفى ابن نفيس عندنا في دمشق يومئذ، أيضا ما استفاد شيئا. فلما أخبرني بذلك قلت له يا أبا سليمان شو رأيك تجرب تجربتي؟ قال يعني، قلت له يعني تصوم صيام طبي، تمنع نفسك عن كل شيء اسمه طعام أو شراب إلا الماء الصافي. قال والله جربنا كل شيء وخلينا نجرب هذا. صام أيام نحو الأيام اللي صمتها، أكثر شوي أو أقل لا أذكر جيدا، وأحس بالفرق. أنا شو كان يصيبه؟ يكون جالس في البيت تجي النوبة، أي شيء أمامه يكسر، ساعة، قوارير، زجاج، كاسات، صحون، تذهب كلها باء منثورة وهو لا يشعر. بعدين لما صام الصيام القليل شعر بالفرق، فصبر على نفسه شهور ثم عاد الكرة، فصام كم يوم أكثر من ذي قبل، وهكذا حتى صام في المرة الثالثة أظن 34 36 يوم، ما أذكر والله. مهم ما استطاع يكمل المشوار كله 40 يوما، لكن هذاك يوم وهذا يوم الله شفاه. هو لابد من 40 يوم؟ هو لابد طبعا. هو أصل الأثر هذا؟ كيف؟ هو أصل السنة هذا؟ طبا تجربيا تجربي. وهذا يحكي لنا النكتة التالية. يقول قبل أن أحكي هذه النكتة، صار الرجل متحمس لوصف هذا العلاج لكل مريض، فما يأتيه إنسان يشكو إلا يقول له صم، ويفهمه يعني أنه صيام طبي ما هو شرعي. لأنه شو الفرق؟ الفرق أنه أنا مثلا بها 40 يوم كان يخطر في بالي أشرب في وضح النهار، أشرب يعني ماني صايم صيام طبي شرعي. المهم فما يأتيه شخص يشكو له مرضا مزمنا إلا يقول له صم صم. حتى جاءه شخص يشكو مرض أمه ويقول الولد بأنه أصبحت الأم مقعدة طريحة الفراش، لا يستطيع أن تخدم نفسها حتى إذا خرجت للحاجة، ولها ابنتان ممرضتان ملتا، مع أنهما ممرضتان ملتا من خدمة أمهما. فلما سمع منه شكواه قال له أنا أدلك على العلاج، خليها تصوم. قال له يا شيخ هي أصبحت كالعودة، فإذا قلنا لها تصوم ما راح تصوم لأنه تخشى على نفسها الموت. قال له صوموها رغم أنفها. كيف؟ قال حطوا له إبريق الماء قدام الطاولة والكاسة ودعوها خليها تصيح. فأظهر الولد شفقته على أمه، قال له حاجة بقى الحكي بيناتنا، ما لكم سدين تموت من كثر ما عذبتكم يعني بمرضها، هلا خايف تموت؟ فالحقيقة أن الشاب إيش اقتنع، حطوا له الطاولة بجنب منها والإبريق والكاسي، جوعان ما حدا يرد عليها، عطشان هاي المي وشئت منها. يقول الولد بحدث صاحبنا أبو سليمان
ما مضى عليها إلا 6 أيام إلا شعرت بالفرق، صارت تقوم من الفراش تخدم حالها. والشاهد استمرت على شرب الماء فقط شفاه الله عنها. هذا مما زاد صاحبنا تحمسا. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هذا مما زاد صاحبنا تحمسا، كل ما جاء مريض يقول له صوم صوم طبي. وفعلا هذا مجرب يعني، وأنا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكامله، يعني 40 يوم فارتح به. والشاهد استمرت على شرب الماء فقط شفاه الله عنه. هذا مما زاد صاحبنا تحمسا، كل ما جاء مريض يقول له صوم صوم طبي. وفعلا هذا مجرب يعني، وأنا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكامله، يعني 40 يوم فارتح به، ما دخل جوفي إلا الماء. بس ما يحصل لك شيء تعب؟ تعب خمول؟ ما أنا يومئذ شاب يا شيخ، ما لي مثل اليوم. وأزيدك علما، نعم، في تلك الأيام كنت أركب الدباب، ها نعم، يسموه عندنا الدراج الناري، نعم، فما تغير شيء من وضعي. زد على ذلك كان لي عادة أن أخرج من دمشق إلى حمص، إلى حما، إلى حلب في سبيل الدعوة. ما كان عندي يومئذ سيارة، كنت لا زال أقضي حوائجي على الدباب. فركبت الباص للسفر إلى حلب، ومن عادة الباص أنه يركب ركابا إلى حمص، إلى حما، محطات يعني، ينزل ركاب ويأخذ ركاب. فنزل، دخل الكراج إلى حمص أو حما والله الآن لا أذكر، وقال للركاب معكم نصف ساعة، وبعد النصف بدنا إيش ننزل نتابع الطريق. في الحالة بيجوا الركاب كل مين بيقضي حاجته وبيرجعوا في الموعد المضروب. نزلت أنا في جملة ما نزلت، الكراج هذا حوله بياعين المقالي، شو اسمه، الفلافل والكبد والطحال ونحو ذلك من المقالي. أول ما دخل رائحة المقالي لأنفي كنت أتفجر. صحيح طبعا. إيه. وكان هذا اليوم تقريبا 26-27 ماضي عليه، وما شعرت بضيق إلا في تلك الساعة، لكني مصمم على أن لا أفطر، لأنه وصفة الطبيب يلح. فأغررت أو غششت نفسي ومنيت على الأماني، صرت أقدر أمام المقالي أشبعها رائحة ولا أذيقها طعاما. هكذا حتى قضيت نصف ساعة وجاء وقت انطلاق سيارة فركبتها. الشيخ ما قلت اشرب مي بعديها ما في رغبة للشرب الماء. والحقيقة وهذا أظن ملاحظة لدى جميع الناس، والعكس بالعكس، إذا أقللت من الطعام تقلل من الماء، فما بالك وأنا ما دخل جوفي طعام منذ كذا وكذا من الأيام. ولذلك نادر جدا أنه أطلب الماء. تابعت طريقي إلى حلب وقضيت هناك الأيام المقررة، ثم ذهبت إلى إدلب وهي بلدة ما بين حلب وبين اللاذقية،
ونزلنا هناك ونعقد الجمع كالعادة بعد العشاء، فلاحظوا في انضمار وذهاب الصحة لي. خير يا فلان، خيرا ترون إن شاء الله، والله أنا قصتي كذا وكذا وسأتابع الشوط إلى 40. وفيهم جماعة من الطلاب في كلية الطب في دمشق من إخواننا اللي بيحضروا دروسنا هناك في إدلب، قالوا لا يا أستاذ نحن تعلمنا من أساتذتنا من الأطباء أنه أكثر من 30 يوم بيعرض نفسه للخطر. أنت بتقول 40 يوم؟ قلت نعم، أنا مقتنع تماما أنه الإنسان العادي الطبيعي يستطيع أن يصوم 40 يوما على الماء. وكنت أذكر في هذه الحادثة بعض غلاة الصوفية. بسم الله، هذا أخونا الشيخ داود ما صام مثل حكايتي حتى يطمع في الطعام الزيادة. بسم الله. المهم قلت لهم أنا سأصوم إن شاء الله 40 يوما وأتيكم المشوار الثاني وقد وفيت بوعدي، وفعلا كان كذلك. ويوم أفطرت للشبع ما كمل المثال، ركبت دبابي بعد 40 يوم دراجة، يعني دراجة نارية، ركبت الدراجة النارية وانطلق بها إلى طبيب العائلة وهو في دوما، وبين دمشق ودوما 15 كيلو متر وعلى الدباب. شيخ شعيب الأرناؤوط في إحدى تعليقاته على السير ذكر قصة صومك لكن بدون الاسم كالعادة. قالوا نعرف بعض الناس صاموا 40 يوما لا يأكلون طعاما إلا على الماء. لأن فهمت شو قصدت ورحت.